فقراتنا النهارده هنبداها معاكم بفقره مع الاستاذ محمد ابو العينين لايف كوتش والمدرب التاهيل والتعافي النفسي، واللي هنتكلم معاه عن تعرضنا للازمات النفسيه، ازاي نتغلب على الشعور بالضياع والياس والاحباط، واللي كلنا اكيد ممكن نصاب بالاحاسيس دي، ازاي نحول المحنه والياس والاحباط لحاجه قويه ونواجه الحياه بشكل قوي. تفاصيل تانيه كتير داخل الفقره. اما فقرتنا التانيه فهتكون مع الدكتور بهاء الدين ناجي، استشاري التغذيه والتغذيه العلاجيه، اللي هنتكلم بقى معاه عن التغذيه السليمه في الفتره الحاليه، فتره الامتحانات اللي كل البيوت يمكن عايشه يعني شويه من القلق، اللي هو القلق العادي يعني اللي بيمر علينا كل سنه بسبب الثانويه العامه. هنعرف بقى منه كواليس التغذيه السليمه واهميتها في الوقت ده وتفاصيل تانيه كتير. دلوقتي بقى تعالوا نروح نشوف ابرز الترندز والعناوين اللي بيدور عليها الناس على السوشيال ميديا، ونرجع نكمل كلامنا.
اهلا بحضراتكم من جديد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك برنامج صباح الورد بالعربي، تقدروا تخشوا وتتابعوا كل محتوى البرنامج على الصفحه، وكمان تقدروا تشاركونا بتعليقاتكم وبافكاركم، واللي عنده موهبه نقدر نبص عليها وفريق العمل يبص عليها، وكمان نقدر يعني نعرضها على في برنامج صباح الورد وفي فقراتنا المختلفه. برنامج صباح الورد بالعربي على الفيسبوك، وكمان صفحه القناه تن تي في زي ما حضراتكم شايفين على الفيسبوك، وكمان على انستغرام، ويعني كل تواصل او مواقع التواصل الاجتماعي بنحب دايما نبقى في تواصل مع الساده المشاهدين. طيب هنبدا اخبارنا النهارده من خبر لطيف جدا. بطل هذا الخبر هو الدكتور الاستاذ محمد صلاح، الاستاذ بقسم البايو كيمستري بكليه العلوم في جامعه بنها. وكلنا عارفين انه الايام دي هي يعني ايام الامتحانات والطلبه بتمتحن، والجو يمكن صعب شويه، الجو حر اليومين دول خاصه في اللجان، وطبعا بجانب الضغط بتاع المذاكره والامتحانات في ضغط اخر، يعني ضغط طبعا بيعود للحاله النفسيه بتاعه الطلبه. فالدكتور محمد قرر ان هو يوزع بنفسه على الطلاب ازايز الميه الساقعه علشان يخفف من الجو الحر في مشهد انساني رائع. طبعا موقف نبيل وجميل ومهم جدا اننا نشيد بيه للدكتور محمد اللي معروف عنه قربه من الطلاب وحبهم ليه، وان هم دايما بيشوفوه قدوه ليهم وبيتمنوا ان هم يكونوا زيه. يمكن احنا تواصلنا مع الدكتور محمد وهو يعني كنا عايزين ان هو يكون معانا في البرنامج على الهوا، لكن الحقيقه هو قال لنا حاجه جميله جدا. يعني هو قال ان هو ده شيء طبيعي، يعني انه من المفترض ان هو يبقى بيعمل كده، ان هو يوزع ازايز الميه على الطلبه خاصه في الوقت بتاع الامتحانات، علشان برضو يعني مساله انه الطلبه تبقى قاعده في اللجنه ما يبقاش بقى يعني بيركز في الامتحان واللي في بيحاول يفتكر اللي هو ذاكره عشان يحطه في الامتحان، وكمان حاسس بالجو الحر جدا. فطبعا يعني موقف رائع جدا من الدكتور محمد. اعتقد يا كريم كمان اعتقد ان العلاقه الانسانيه يا كريم اللي بين الطالب والمعلم او بين الطالب والدكتور دي بتفرق في التحصيل الدراسي للماده. ممكن الدكتور او المدرس يتسبب في كره الطالب للماده او حبه ليها. ما تفكرنيش بالمدرس بتاعك بايام المدارس قول كان بيعمل فيك ايه. بس الحقيقه فعلا المدرسين والمعلمين زي ما قلت يا نهال يعني اللي هم كمان بيعملوا المواقف زي الدكتور محمد دي الواحد بيفضل فاكرهم لحد النهارده. يعني انا اكيد فاكر في ايامي الدكاتره ان كان في وقت الجامعه او المدرسين في وقت المدرسه اللي هم كانوا بيعملوا المواقف دي، مش بس اللي هو كان بيدرس كويس، هتلاقيك لكن لسه كان بيعمل المواقف الانسانيه دي. اكيد طبعا لسه والعكس صحيح يا كريم. يعني انا اتذكر برضو بعض المدرسين في المدرسه كان ليهم مواقف سيئه جدا، وممكن يكون ممكن يقول للطالب كلمه تسد نفسه عن الماده كلها. صحيح، بالذات لما بتبقى مواد يعني صعبه وعلميه زي مثلا ماده البايو كيمستري. والله ملهاش علاقه يا كريم، حتى العربي صعبة. حتى اي ماده يعني المواد اللي هي بتبقى محتاجه شويه ان المدرس يبقى لطيف في التعامل. بالظبط، اكيد بتفرق جدا التعامل مع الطلبه يعني وقت التدريس. اكيد المادة اكيد. طيب بمناسبه بقى درجات الحراره والحر، احنا عايزين نشوف درجات الحراره المتوقعه النهارده في يعني المحافظات ونرجع نكمل كلامنا، خليكم معانا.
ورجعنا لكم مرة تانية، وخلاص الصيف على الأبواب والأجواء الأيام دي معتدلة شوية بالليل، بس برضو الجو حر جدا في النهار. تعالوا نعرف تفاصيل عن درجات الحرارة وحالة الجو الأسبوع ده هتكون عاملة إزاي، وإمتى الصيف هيدخل رسميا، يا ترى كمان هنبدأ نستعد للمصيف والبحر ولا لسه؟ تعالوا نعرف تفاصيل من دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الورد يا دكتور. صباح الورد على حضرتك استاذه نيهال، وصباح الخير كمان على الاستاذ كريم وكل المشاهدين. اهلا بك يا دكتور. صباح الورد عليك. يعني النهارده السبت وبدايه الاسبوع، عايزين نعرف بقى تفاصيل عن درجات الحراره وحاله الطقس العامه اثناء الاسبوع. هو طبعا احنا لسه مكملين في الاستقرار في الاحوال الجويه، درجات الحراره بتكون حول المعدلات، يمكن تكون في بعض الايام اعلى من المعدلات بحوالي درجه. كان متوسط درجات الحراره خلال الاسبوع الماضي ما بين ال 33 وال 34، خلال هذا الاسبوع ان شاء الله ما بين ال 34 وال 35، يعني ارتفاع طفيف جدا بحوالي درجه لدرجتين. في ارتفاع طفيف في نسب الرطوبه كمان، ويمكن نسب الرطوبه هي اللي تخلينا نحس اكتر بارتفاع درجات الحراره مع زياده فترات سطوع اشعه الشمس. خلاص فصل الصيف ان شاء الله متوقع يبتدي منتصف هذا الاسبوع يوم الثلاثاء القادم 21 يونيو، هيبدا مع الكتل الهوائيه تبدا اللي بتاثر عليها تبدا تتغير، نبدا نتاثر بامتداد منخفض الهند الموسمي اللي بيبقى معاه ارتفاع في نسب الرطوبه، ودرجه الحراره المحسوسه بتبقى دايما اعلى من القيم من اللي احنا بنقولها. عشان كده وصلنا للطقس خلال فترات النهار ان هو طقس حار على القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري، بيكون من مائل للحراره الحاره على سواحلنا الشماليه ودي اغلب المناطق المطله على البحر المتوسط. بيكون الطقس شديد الحراره خلال فترات النهار على المحافظات الموجوده في جنوب البلاد، الاقصر واسوان، المنيا واسيوط، المحافظات الموجوده في شمال وجنوب الصعيد. بالاضافه كمان ان احنا بعد فتره الظهيره ومع دخول ساعات المساء وساعات المغرب تحديدا بيكون في نشاط للرياح. نشاط رياح ده بيكون على اغلب مناطق الجمهوريه، بيقلل احساسنا بنسب الرطوبه، فبالتالي بنحس مع نشاط رياح بالاجواء المعتدله او نقدر نقول المعتدله او الرباعيه خلال فترات المساء وخلال ساعات الليل. فعشان كده الاجواء خلال فتره الليل ومع غياب اشعه الشمس بتكون معتدله تماما على كافه انحاء الجمهوريه. يعني يا دكتور احنا لحد دلوقتي لسه الصيف رسميا ما دخلش، يعني لسه احنا رسميا يعني اللي احنا كنا فيه الاسبوع اللي فات ده يعني مش هنعتبره صيف، يعني هنعتبره ربيع. هو احنا الربيع بنسجل فيه اعلى درجه حراره على مدار العام كله، ويمكن احنا يوم السبت الماضي سجلنا اعلى درجه حراره حتى الان خلال عام 22 اللي كانت 43 درجه مئويه في الظل على القاهره الكبرى، فكانت تعتبر موجة من موجات فصل الربيع، لان الربيع دايما بيبقى فيه موجات مع كتل هوائيه قادمه من على الصحراء فبتؤدي لارتفاع درجات الحراره. فصل الصيف رسميا ان شاء الله يبتدي يوم الثلاثاء القادم 21 يونيو وهيستمر معانا لمدار 3 شهور قادمين ان شاء الله. ده معناه يا دكتور انه يعني هي بدايه مبشره جدا يعني لفصل الصيف، يعني هل بقى متوقع انه فصل الصيف السنه دي يعني تكون درجات الحرارة فيه أعلى شوية من متوسط درجات الحرارة في السنوات السابقة؟ هو هيبقى مماثل لدرجات الحرارة العام الماضي، لكن هي درجات الحرارة كانت العام الماضي أعلى من المعدلات بحوالي من درجتين لثلاث درجات، لكن هو مماثل للصيف العام الماضي. أكيد فصل الصيف هيتخلله موجات ارتفاع في درجات الحرارة تكون فيها ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، بس العامل المهم في فصل الصيف هو ارتفاع نسب الرطوبة. ارتفاع نسب الرطوبة في الجو والتعرض المباشر لأشعة الشمس دولت عاملين مهمين جدا بيخلينا نحس بالارتفاع الكبير في درجات الحرارة. احنا لسه بنقول ان فصل الربيع بنسجل فيه اعلى درجة حرارة على مدار العام كله، ما بنحسش بيها قوي زي فصل الصيف عشان فصل الربيع نسب الرطوبة بتبقى فيه اقل. طيب يا دكتور فضل. بكره تحديدا في ماتش الاهلي والزمالك، وطبعا الجماهير هتكون اعدادها كبيره جدا وفي ناس عايزه تحضر الماتش في الاستاد. كمان بعد بكره عندنا امتحانات الثانويه العامه، يعني يا ريت تطمنينا على بكره وبعده الاجواء عامله ازاي. هو احنا زي ما قلنا متوقعين استقرار خلال فترات النهار، اعتدال في الاجواء تماما خلال فترات الليل. درجات الحراره متوسطها ما بين ال 34 وال 35، لكن هو شيء مهم جدا ان احنا فتره الظهيره تحديدا من الساعه 12 للساعه 4 العصر
نتجنب أشعة الشمس المباشرة. غير كده أوقات الصباح الباكرة أو أوقات المساء بتبقى الأجواء معتدلة تماما. فترة الظهيرة دي بنسجل فيها أعلى درجة حرارة على مدار اليوم كله، فمهم جدا لو أنا هبقى موجود في الشارع أو بتعرض لأشعة الشمس يبقى معايا غطاء للرأس، شمسية أو كاب، أي شيء يحميني من أشعة الشمس المباشرة. مهم جدا خلال الثلاث شهور الجايين أو كمان بكرة وبعده مع الماتش أو حتى الامتحانات إن أنا معايا إزازة مية في إيديا على طول، ده شيء مهم جدا هيساعدني على تناول قدر كبير من المرطبات والسوائل. دايما أبقى موجود في أماكن جيدة التهوية، يعني النصايح دي هتستمر معانا على مدار فصل الصيف كله، وخاصة لما يبقى عندي خروجة خلال فترات الظهيرة أو حتى أنا والناس تخرج من امتحانها خلال فترة الظهيرة. تمام. طيب دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، بنشكرك على هذه المداخلة، شكر جزيل. وزي ما حضراتكم تابعتوا معانا أنه فصل الصيف هيبدأ خلاص رسميا يوم الثلاث اللي جاي، نخلي بالنا من موضوع التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر. زي ما دكتور منار كانت بتنصح ان احنا نشرب مية كتير، ويعني موضوع البرنيطة او يعني السان بلوك برضو يعني نصيحة برضو كويسة او في فترة الشمس اللي بتبقى قوية او فترة الظهر يعني. طيب احنا رحنا او يعني هنعمل تقرير كده او عملنا تقرير كده من الشارع، رحنا سألنا الناس لو في آلة زمن، ودي بقى انا يعني بحب السؤال ده قوي، قالت زمن كده موجوده لو حضرتك او حضرتك هتركبي قالت زمن تحب تروح فين؟ لانه خلي بالكم من حاجه، هي مش بس ان انت ممكن ترجع بالزمن لورا، لكن انت ممكن تطلع لقدام. خلي بالكم ان هي مش مساله ان احنا نرجع نشوف ايه اللي حصل قبل كده، لا تشوف المستقبل. يعني في ولد على تيك توك كده عامل فيديوهات من المستقبل، يعني متخيل بقى هو بيقف مثلا في السوبر، لا هو بيقف في السوبر ماركت او في مثلا في شارع ويقول انا واقف في المستقبل اهو، مفيش حد في الشارع خالص يا كريم. حتى الناس بتقعد تقول له طيب انت ازاي مفيش حد في الشارع خالص كده يعني في الصبح كده، طب روح المكان الفلاني. فيروح المكان الفلاني برضه فاضي خالص. فالواحد فكره انه يروح للمستقبل دي فكره اكزايتنج جدا. انا احب جدا ان بس انا لو خيروني هروح للماضي بجد. بس الماضي احنا ممكن نقرا عنه، المستقبل هو الواحد ما يعرفش عنه عشان الفساتين المنفوشه دي. هنروح الماضي علشان الفساتين. لا انا ممكن طب على فكره احنا عايزين نشوف الفساتين واللبس والفاشن بشكل عام في المستقبل ممكن يبقى شكله عامل ازاي. يعني دي برضو نقطة ده مخيف الموضوع ده مثيرة يعني. لا يعني يعني الواحد كل الأفلام اللي هي بتتكلم عن المستقبل بيبقى دايما اللبس فيها بيبقى شكله غريب يعني. جدا. عموما خلينا نروح نشوف الناس قالت ايه ونرجع مرة تانية. في آلة للزمن وحابب ترجع لزمن معين، تمام، بترجع اني زمن؟ بص انا وانا صغير لحد دلوقتي يعني ابويا يقعد يقول لي انا كنت وانا صغير بجيب حاجات بنص جنيه وبجيب بثلاثة قرش وثلاثة ساق، انا عايز ارجع للزمن ده. هتستغرب شويه بس نفسي ارجع ايام الصحابه بقى والرسول عليه الصلاه والسلام والايام دي. يعني قبل ما اتولد عايز ارجع، كنت دايما ماما دايما تقول لي حياتها ازاي كانت عامله ازاي وهي صغيره، وتحكي لي على الوقت قبل الموبايلات والكلام ده، فعايز ارجع اشوف الدنيا كانت عامله حلوه زي ما بتقول فعلا، ولا الموبايل ملوش اي لازمه ومبوظ كل حاجه، ولا لا. هو عايز ارجع يعني اكتر من فتره، نفسي ارجع اعيش شويه في العصر الفرعوني، شويه في العصر الروماني. والله هو ما فيش احسن من فتره الصحاب، فتره الفراعنه. فتره الفراعنه الثلاثينات والاربعينات كان الزمن الجميل. هرجع لزمن الفراعنه. ايوه، واسرع بقى كل التماثيل بتاعته بس، واجي ايه استنى بقى الزمن ده واتاجر فيه. لما تروح هناك تقابل مين؟ عايز تقابل مين في الزمن؟ مين؟ تقابل مش عارف. نفسك تقابل مين في الزمن؟ سؤال وجيه برضه، ممكن نقابل مين مثلا؟ مين؟ ام كلثوم. قابل الصحابه والرسول عليه الصلاه والسلام. هتقول لهم ايه طيب؟ هقول لهم ايه؟ اوطى على رجل الرسول ابوسها واشوف ايه المفروض اعمله في الاسلام والدين. احب اقابل
عمتي وهي صغيره علشان كله بيقول ان انا شبهها في كل حاجه في كل حاجه، فاحب اشوف لو هي زيي فعلا ولا لا. تشوفيها بقى تقولي لها ايه؟ لا مش هتصدقي بس انا بنت اخوكي. اقابل حد من الصحابه برضه لان فعلا كنا نستفاد منه كتير. هتقول له ايه؟ هتعلم منه دروس، هتعلم منه دروس اعلمها لاولادي واولاد ولادي. احب اقابل جمال عبد الناصر، احب اقابل نجيب الريحاني، احب الناس القامه. بنت نجيب الريحاني هتقول له ايه؟ نجيب محفوظ، زمن الفن الجميل. مينا، مينا واحد الكوترين بقى، واقعد مع عم رمسيس والكلام ده. هتقعدوا بقى قاعده مع بعض على القهوه هناك. هتقول له ايه بقى ما تشوفه؟ لمين بالظبط؟ انهي واحد؟ مينا. مينا؟ هقول له واحد الكوترين ليه؟ او ازاي؟ مثلا. ورجعنا لكم مرة تانية. أيام وينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة في المدارس المختلفة بالجمهورية، ومعاها أعلنت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات حالة الطوارئ استعداداً لاستقبال الطلاب وأداء الامتحان داخل اللجان. طبعا في استمرار لأعمال التعقيم والتطهير وتوفير المطهرات في كافة اللجان، وأنا أتمنى أن هي تبقى مستمرة بجانب متطلبات السلامة المهنية علشان يتم توفير الجو المناسب للطلاب خلال أداء الامتحانات، وكمان يتم حمايتهم من أي تعرض للفيروسات. هنعرف كمان تفاصيل أكتر من الأستاذ أحمد حافظ مسؤول ملف التعليم في بوابة الأهرام. صباح الورد عليك يا فندم، أهلا بيك. صباح الفل يا سكرين. صباح الفل. يعني عايزين أبرز التفاصيل عن الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة الأسبوع ده، ويعني الاستعدادات اللي هي كمان تخص الإجراءات الصحية يا فندم. بالنسبة للإجراءات الصحية طبعا تم تركيب بوابات التعقيم على كل اللجان على مستوى الجمهورية يعني. وتم الانتهاء من توصيل مستلزمات زي الكمامة والمطهرات والحاجات دي كلها موجودة في اللجان، هتبقى مجانا هتوزع على كل الطلاب صباح كل يوم امتحان مجانا. وتم يعني كل اللجان حاليا فيها اجهزه كشف حراري ده بالنسبه للخدمات الطبيه، وهيكون في زائره صحيه مقيمه في كل مدرسه، هيكون في سياره اسعاف موجوده قدام كل مدرسه. وهيبقى ملزم يا فندم انه الطلبه وهي بتمتحن تبقى لابسه الكمامه؟ ما اعتقدش لان الجو حار جدا، وبعض اللجان ما فيهاش مراوح للتهويه، ده ممكن الوزاره بتحاول دلوقتي عن طريق المحافظين يمدوا المدارس باكبر عدد ممكن من المراوح وكولدرات الميه، لكن مش ما اعتقدش هيكون في كمامه في اللجان يعني. الجو حر جدا والطالب بيقعد 3 ساعات متوتر اصلا، فيعني محتاج اللي يعويله بصراحه. طب على الاقل في تباعد اجتماعي شويه ما بين يعني المكاتب؟ طبعا اللجنه فيها 14 طالب، ما بديش عن كده. بين الطالب والطالب متر على الاقل في اي لجنه على مستوى الجمهوريه، 14 طالب فقط لا غير يعني. استاذ احمد، حضرتك دايما متابع لردود افعال اولياء الامور، وطبعا احنا حاليا في فتره الثانويه العامه، يعني يا ترى ايه اكتر حاجه الناس متخوفه منها بخصوص الثانويه العامه حاليا السنه دي يعني؟ اكتر حاجه متخوفه منها ان المراقبين يكونوا متشددين جدا مع طلبه. يمكن ده اللي اكد عليه الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم في الاجتماع الاخير اول امبارح مع رؤساء اللجان، خليكوا تعاملوا مع الطلبه بابوه، ما تكونوش متشددين ولا متعنتين ولا متذمرين معاهم، تعاملوا معاهم بهدوء جدا. الحاجه الثانيه اللي الاهالي متخوفه منها فكره ان الطلبه هتتفتش 3 مرات في اليوم. حضرتك عارفه ان الطالب هيتفتش وهو داخل المدرسه، وهيتفتش وهو قاعد في اللجنه قبل ما يستلم ورقه الاسئله، وهيتفتش بعد مرور نص ساعه من الوقت الاصلي. طب ليه يا استاذ احمد؟ هو مش تفتيش، هو مش تفتيش بالمعنى الحرفي، هو هيعدى انا اسف، هو هيمرر عصا الكترونيه على جسم الطالب علشان يكشف لو معاه موبايل او سماعه متصله باجهزه اتصال حديثه، لو معاه نظاره فيها متصله بالانترنت، لو معاه قلم ممكن يسرب بالامتحان على فكره. ادوات الغش اتطورت قوي. أدوات الغش السنة اللي فاتت الامتحان اللي خرج أعتقد مش متذكر في أي مادة كان عن طريق قلم، كاميرا موجودة جوه قلم، والقلم ده متصل بموبايل
وتم تصوير الامتحان من خلال القلم والامتحان خرج باللجنة. الوزارة نفسها كانت يعني مش عارفة، يعني لما يفتشوا الطالب ما لقوش معاه موبايل، مفيش أي وسيلة اتصال حد يسمع الطالب. حتى الوزارة تكلم رئيس اللجنة ارجع لنفس الطالب تاني لأن الكود بتاعه هو اللي خرج. قعدوا حوالي 10 دقايق على هذا الحل لحد ما اكتشفوا إن اللي صور الموضوع ده القلم اللي مع الطالب. يعني كان بيحل بيه عادي جدا. عشان كده هم بعد نص ساعة من الوقت هيعيدوا تفتيش الطلبة، مش التفتيش بمعنى حركي، هو هيمر العصا الإلكترونية على جسمه وعلى الديسك من تحت وبين يعني في الشراب بتاعه أو حاجة. بس ده يسبب قلق برضه زيادة وضغط يعني زيادة أكتر على الطالب يعني. يا أستاذ أحمد، الواحد يبقى ماسك الورقة وبيحل وهو أصلا مترب وقلقان، خاصة إن هو يعني خلاص اتفتش بالزبط. وأعتقد المدرسة كمان متفتشة كويس يعني، فهو لو اتفتش وهو داخل وهو قاعد جوه اللجنه يعني ايه احتماليه ان هو يعني ياخد او يجيب اي حاجه يغش بيها يعني. صدقني استاذ كريم انا مش مع الوزاره في كده، بس لازم اقول الحقيقه. اتذكر من سنه تقريبا كان في طالب سلم 2 موبايل وهو داخل اللجنه، انا متذكر الواقعه دي. وهو اللي صور الامتحان كان في موبايل لازقه في ظهره تحت رقبته، ودارو تحت رقبته وصور بيه الامتحان بدون ما حد ياخد باله، رغم انه بس هو لو التفتيش الكترونيا يعني هو لو الموبايل لازقه فين يعني هو برضه هيتجاب يعني التفتيش بالعصا الالكترونيه على فكره. طب هو لو اتفتش يا استاذ احمد وهو داخل اللجنه بالعصا الالكترونيه، ما هو كده كده كل حاجه هتبان معاه يعني خالص حتى على فكره. لا خالص، لا صدقيني، لا والله. بدليل الامتحانات السنه اللي فاتت كانت بتخرج بعد مرور وقت من الامتحان والطلبه دي كلها متفتشه. توقعات حضرتك السنه دي للتنسيق ايه يا استاذ احمد؟ ودي اهم حاجه. مش هيختلف عن السنه اللي فاتت كتير على فكره، لان نفس نظام الاسئله وطريقه الاسئله هي نفس نظام السنه اللي فاتت. مش هيختلف كتير جدا يعني 1-2% بالكتير. ولكن اللي انا عايز اطمن بيه الطلبه السنه دي ان السنه اللي فاتت كان في اخطاء املائيه واخطاء في الصياغه موجوده في الامتحانات. خاصة في مواد اللغات. السنة دي ما اعتقدش هيكون في الكلام ده، لأنه في الامتحانات اتراجعت مرة واثنين، كل امتحان مراجعه 6 أفراد وماضيين قبل ما يطبع. إن الامتحان ده مفيهوش ولا غلطة. كويس جدا. أستاذ أحمد حافظ مسؤول ملف التعليم في بوابة الأهرام، شكرا جزيلا لحضرتك. بنتمنى طبعا التوفيق والنجاح وكل طالب يخش الكلية اللي هو نفسه فيها بإذن الله إن شاء الله. طيب خلونا ننهي الانترو بتاعنا النهارده بخدمات صباح الورد ونروح نشوف اسعار السلع الاساسيه والذهب والعملات ونرجع مع اول فقره.
ورجعنا لكم في أول فقراتنا. كتير مننا وخاصة الشباب اللي لسه في بداية حياتهم بيتعرضوا لأزمات نفسية كبيرة جدا، ساعات بيتغلب عليهم الشعور باليأس والإحباط والضياع، ساعات كمان بيتبني جواهم حواجز نفسية ضخمة تجاه خطوات مهمة وضرورية جدا في حياتهم. ليه بنمر نفسيا بالمراحل الصعبة دي؟ وإزاي نقدر نتخلص منها؟ وكمان إيه دور الأسرة في دعم الأبناء نفسيا وتشجيعهم على الحياة؟ ده اللي هنعرفه من ضيفنا اللي منورنا داخل استوديو صباح الورد، الأستاذ محمد أبو العينين، اللايف كوتش ومدرب التأهيل والتعافي النفسي. صباح الخير على حضرتك. صباح النور يا فندم. بداية خليني أسأل حضرتك، طبعا أكيد كلنا سواء كبار أو شباب أو حتى أطفال بنمر نفسيا بمراحل صعبة، إيه اللي بيخلي الإنسان نفسيا مثلا يتراجع لورا أو يحس باليأس والإحباط؟ أولا عدم معرفة الإنسان بقدراته وإمكانياته اللي ربنا خلقه بيها بيخليه عنده خوف من التقدم. تاني حاجة إن هو ممكن يكون على دراية بيها ولكن ما بيطورهاش التطور اللازم، فما بيقدرش يتعامل في الوقت الحالي بالظروف اللي بيمر بيها. الإنسان عادة عدوه ما يجهل، فخوفه من المجهول بيخليه يتراجع عن التقدم. دي أهم الأسباب اللي هو بيبقى ليه انفراد مباشر بشخصه على إن هو ياخد الخطوة دي. طب الواحد مفروض يعمل إيه بقى علشان يعني لما يمر بحاجات زي كده يقدر إن هو يواجه الأمور دي؟ لأن الظروف دي أكيد بتمر في الحياة يعني. آه طبعا، هو محتاج إن هو يرجع يعني يتحقق من إيه الأسباب المخاوف دي، حاجز الخوف اللي تكون عنده ده إيه سببه؟ هل هي حاجة منذ الصغر؟ هل هي موروثات فكرية؟ هل هو مخاوف خاصة بيه؟ هل هي مخاوف حد زرعها جواه؟ ويبتدي يتعرف عليها وما يخافش منها ويبتدي يوجد الحلول ليها، فبالتالي يقدر يتجاوز العقبات دي بمنتهى السهولة. ومفيش مانع ان هو يلجأ للمختصين او حد يساعده. يمكن انا كمان سؤالي يعني كنت يعني عشان اوضح برضو سنة، انه هل في حاجة مفروض الواحد يبقى عايش بيها بحيث ان هو لما يقابل حاجه يعني موقف او ظرف صعب يبقى جاهز ان هو يواجه الظرف ده؟ يعني هل في مثلا اسلوب حياه معين مفروض ان الواحد يبقى بيتبعه او بيعمله؟ اه طبعا، حرص البني ادم على الاطلاع على كل ما هو جديد بشكل يومي وتنميه الجانب المعرفي عنده وتحسين ذاته، وان هو كل يوم يبقى بصوره افضل من اللي قبليها، هيخليه دايما عايش في اسمها منظومة التحسين المستمر. فطبعا لو تسلح بهذا السلاح ولو عرف يعمل خطة مواجهة وحلل المشكلات، انا هعمل ايه لو حصل لي ايه ومين ممكن يساعدني، لو هو على طول بيعمل ابديت للخطة دي هيقدر يواجه بإذن الله اي مشكلة ممكن تواجهه. طب استاذ محمد، يعني خلينا نتكلم عن صدمات الطفولة، وخلينا نقول في حقيقة واضحة قدام عينينا ان معظم الامراض النفسية او اغلبها بتحدث نتاج صدمات الطفولة، سواء بقى نتاج مشاكل بين الأب والأم أو معاملة قاسية أو عنيفة من قبل الأب أو الأم أو رؤية حوادث أو ما شابه. إزاي نتغلب على صدمات الطفولة ونعدل بقى صدمات الطفل الصغير اللي جوانا؟ دي حقيقة طبعا، بنحتاج نعمل جلسات تعافي، ودي بتكون عبارة إن أنا بأرجع بالذاكرة أثناء جلسة، بقعد احفر في الذاكره وبشوف ايه المسببات وايه المشكلات اللي حصلت وابتدي اوجهه. طب انت كنت عايز الحل يكون ايه؟ طب لو رجع بيك الزمن انت هتعمل ايه؟ من خلال امكانياته وطاقاته اللي موجوده هو بيبتدي يقول انا لو رجع ممكن اعمل، كنت عملت كذا كذا او كنت صلحت بالشكل الفلاني. ده في حد ذاته تقدم، هيخليه يبتدي يتحرك من المنطقه اللي هو عالق بيها. وطبعا في تولز وتكنيك بتطبق خلال الجلسات لده، ولكن هو البني ادم يعني مامور ان هو يحسن من ذاته، مامور ان هو يسعى للتعافي، والدنيا مليانه يعني احنا مخلوقين أكيد. عشان نساعد بعض أكيد. اصلا عايزين ناخد يعني نموذج كده او مثال مثلا من الحاجات اللي هي موجوده في الحياه يعني. فلنفترض انه، وده يمكن في الظروف الاقتصاديه اللي بيمر بيها العالم بتحصل، انه في دلوقتي ناس ممكن بتخسر الوظيفه بتاعتها. ف لو انا دلوقتي في الموقف ده، وخلينا نتكلم، انا عارف ان كل مرحله عمريه بتبقى مختلفه عن الثانيه، لو حد مثلا يعني هو شاب ولكن عنده بيت يعني وخسر وظيفته وفجاه يعني، فيعمل ايه علشان
يستعيد او ما يمرش بالمرحلة اللي هي ممكن انه تبقى احباط وتخليه يبقى يخش في الدوامة بتاعت الاحباط والحزن ده. أي اولا لازم يبقى عنده مرونة لتقبل الواقع، يعني اذا كان هو مش بايده فرض عليه فلازم يتقبل بداية التعامل ان هو يتقبل الحدث ده، بلاش حالة الانكار يعني. بالظبط، يعني يخليه واقع في الرياليتي دلوقتي، الواقع ايه؟ الواقع هو اللي حاصل. تاني حاجه يبتدي يدور على الحلول البديله، يعني يبقى عنده مرونه ان هو ينزل لبوزيشن اقل، يشتغل مهنه تانية، يبتدي يدور على قدرته كانت في ايه في اي مجال، ومفيش مانع ان هو يبتدي يستغلها ويستثمرها بشكل يعني يدر عليه دخل حتى لو بشكل مؤقت. فالغلط ان هو يوصل لمرحله الجمود وانه يبقى واقف مكتوف الايدي، لا، المفروض يبقى فيه مرونه وسلاسه ويدور في اللي حواليه واكيد هيلاقي يعني. يعني مفيش، بس هو ازاي يخش في يعني ازاي يبقى عنده حاله المرونه دي، يعني ازاي يكتسبها؟ يعني اعتقد ان دي حاجه بتحتاج تدريب. نوعا ما تدريب يعني. طبعا يعني يعمل ايه بقى علشان الواحد يتدرب ان هو يبقى عنده المرونه دي؟ يعني ما يبصش للي فقده، يعني يبص للي موجود عنده، يبقى ممتن للنعم. يعني في تكنيك كده اسمه كف النعم، بيبقى البني ادم لما يوصل للمرحله دي المفترض ان هو يعدد النعم اللي موجوده في حياته ويتخيل ان هو فقد اهمها، فهتلاقيه اوتوماتيك كده رايح بيجري بيحضن اللي متبقي يعني. فالرزق بايد ربنا ومحتاج سعي، فاللي فقد وظيفه ما فقدش كل حاجه، في ثوابت تانية في حياته محفزه ليه تقدر تخليه يجتهد ويسعى ليها يعني. فإن هو يذكر اللي موجود ويبقى ممتن ليه هيغلب إحساسه بالفقدان، وبإذن الله ربنا هيدله على طرق تانية كتير يعني. أستاذ محمد، الأطفال أي يعني بيكونوا طبعا نفسيتهم تكون حساسة أكتر وهشة أكتر، إزاي أنا أقدر أدعم الطفل نفسيا بحيث يطلع قوي في مواجهة الحياة؟ خاصة كمان يا دكتور بصراحة ممكن تكون الأم أو الأب هو نفسه مضغوط نفسيا، فازاي انا اكون مضغوطه نفسيا من يعني جراء بقى حاجات كتيره بتحصل لي في الحياه ومع ذلك اكون انا مصدر قوه نفسيه لابني؟ ازاي اعمل المعادله دي؟ تمام، هو الاولاد نتاج للي احنا بنعمله، وهما مش شماعه ولا مصب للضغوط اللي انا بعاني منها. بدايه ان التربيه تبقى سليمه لما يكون الاب عنده وعي بذاته اصلا وبشخصه، وان هو مسؤول عن الرعيه دي، فبالتالي لازم يبقى بيهتم بسلامه الام وصحتها النفسيه ويقلل الضغوط عليها، لان مصدر الضغوط في البيت بيبقى عاده الاب، لان هو جاي، واذا كانت الام عامله برضه بتنقل كل المشكلات وهي داخله للبيت. لا، المفترض يبقى في شماعه بره كده، انا بقلع بقى الرداء والتجارب بتاعه المهنه دي كلها بره وبرجع للبيت زوج وزوجه واب وام، وابذل مجهود لاظهار الموده والرحمه، لان ده هينعكس بشكل مباشر على الاولاد. فطول ما الاب والام في وفاق او في بينهم موده ورحمه وفي تذليل للعقبات وفي تواصل جيد بيني وبينهم، ده اكبر داعم للاولاد يعني، وبيخلي يعني لما اشركهم برضو معايا في الحلول واعرض عليهم الامور وانزل لمستواهم في مشكلاتهم، بزود ثقته في نفسه. طبعا ادعمه في كل التجارب اللي ممر بيها، اوصله ان انا حاسس بيك، انا سامعك، انا شايفك، فهاخد بالي من تصرفاتي، ما تفهش اموره، كل ده يعني بيزود ثقته في نفسه وبيقدر يكون كفر شويه للضغوط اللي ممكن تحصل. يعني المشكلات لازم هتحصل، مفيش بيت بيخلو من كده، بس انا بعمل معاها ايه؟ بحليها ازاي؟ باحيطها بطاقه ايجابيه ازاي؟ بتأقلم معها ازاي؟ بالظبط، وبعود الابن والابناء ان هم يظهروا التعاطف لبعض، ان هم يقدموا ده لبعض، والبدايه بتكون عند الزوج والزوجه في المقام الاول يعني. طيب يعني لو كملنا في موضوع العلاقة الأهل بالأولاد، احنا دلوقتي داخلين على مرحلة الامتحانات، وخاصة الثانوية العامة، امتحانات يعني البيوت بتعتبرها مصيرية يعني في بالزبط. مستقبل الأولاد، لا قدر الله، يعني أنا عارف أنه أكيد في طرق للتعامل ما قبل الامتحان، بس أنا عايز أخش في المرحلة بتاعت أنه لا قدر الله، أنه لو حصل أن أنا ما جبتش النتيجة اللي أنا عايزها، طب أنا دلوقتي إيه الخطوات العملية اللي أنا أعملها، والخطوات العملية كمان اللي الأهل المفروض يتبعوها علشان
يعني يساعدوا ولاده في حاله الاخفاق، في حاله ولا ان انا ما جبتش التارجت بتاعي. يعني انا دلوقتي مثلا في المجموعه ما جبتش المجموعه اللي دخلني الكليه اللي انا عايزها، فايه الخطوات العمليه بقى اللي المفروض ان انا دلوقتي كطالب او كواحد ما عرفتش اخش الكليه اللي انا عايزها اعملها، وكمان الخطوات العمليه اللي الاهل المفروض يعملوها؟ والله هو قبل المفترض يكون في اعداد مسبق اصلا للهدف اللي انا عايز اوصله. فاذا كان الاخفاق بسببي ما تلومش غير لنفسك، فانت لازم تتعامل مع خلاص نتاج يدك، انت وصلت وجبت المجموع ده، تقبله. يعني في البدايه لازم تتقبله عشان تكمل، اكيد ربنا كاتب لك قدر تاني وسيناريو اخر، فانت لو في بامكانك انك تحسن التجربه دي وتعيدها تاني وعندك صلاحيه اعملها. يعني ما فيش اي مشكله ان انت، يعني النجاح بيسبقه 1000 خطوه من الفشل، فما فيش ما يمنع ان انت لو ينفع تعيد الامتحان تاني او ان انت تشوف بديل للهدف بتاعك ده، بس هتبتدي تخسر يبقى خاص مثلا. يعني عشان تكسب حاجه لازم بتخسر حاجه تاني، فلا يدرب هل نفسه. هل في مثلا حاجه معينه اقدر انا اقعد اعملها؟ يعني انا مثلا كنت عايز اخش كليه مثلا الطب، ما جبتش المجموع بتاع كليه الطب، هل في مثلا تدريب معين او جلسه معينه انا ممكن اعملها بحيث انه تقدر تاهلني ان انا فعلا اشوف بديل او ان انا اخش كليه تانية؟ ايه بقى الحاجات اللي انا ممكن اعملها انا مع نفسي؟ حلو. خطوات كده عمليه اقدر اعملها علشان اعدي المرحله بتاعه ان انا اخفقت يعني في الامتحان او ما عرفتش اجيب المجموع. جميل. في مصطلح اسمه الويل اوف لايف اللي هي عجله الحياه، ودي بتضم الجوانب المهمه في شخصيه كل واحد او في حياته عشان تمشي بشكل او باخر. لو انا عندي وعي ذاتي بنفسي وانا عايز اخش كليه طب، انا هدخل كليه طب لما يبقى عندي الجانب النفسي والجانب المعرفي والجانب الاسري والجانب العاطفي والجانب الاجتماعي كله بنسب عاليه وبيصب في الاتجاه ده، انا هحقق الهدف ده. لو ما حصلش انا محتاج اقعد مع نفسي كده واشوف الاخفاق كان فين، وانا قدراتي هتاهلني لايه بديل له. ففي حاجه، في جلسات اسمها كارير كوتش بيتعمل ري اسسمنت. ما ممكن تكون انت عايز تخش طب بس انت مش كفء ليه، او لو دخلت انت مش هتنجح فيه، فانت لازم توجد بديل من خلال امكانياتي مش متوافقه مع رغباتي. بالظبط. بتبقى الامكانيات مش متوافقه على الرغبات. ده بعرفه ازاي، بيتعمل ري اسسمنت كده، اعاده تقييم وتحليل، وبشوف انت واشوف ايه القيم اللي مهمه في حياتك وايه الجوانب اللي مهمه في حياتك. بس هو لو فهم اكيد ان امكانياته مش قد، مش زي رغباته او رغباته لا تتوافق مع امكانياته، اكيد هيتقبل ان هو مثلا ما دخلش طب ليه او ما دخلش هندسه ليه. بالظبط. لانه هيفشل لو دخل طب. اوقات ما بيبقاش الطالب في السن ده عنده الوعي ده، اوقات اصلا بيكون 3/4 موروثات فكريه. بالزبط. ان الاهل بيبوش ضغوط. بالظبط. طب عايزين طب، عايزين هندسه، عايزين طب، فتلاقيه داخل وهو بينهج اصلا، لا ركز في مذاكرته وقاعد شاغل نفسه بالنتيجه، وفي الاخر هو لا يصلح في للوضع ده، ولو اتحط في حته تانية هيبرع فيها مثلا او هيتميز. يعني في فرق بين القدره والكفاءه. القدره ان انا اقدر اوصل للحاجه دي، بس مش بالضروره ان انا ابقى كفء فيها ومتميز فيها. بالظبط. لكن لو ركزت تركيزي كله وتدريبي على النقط اللي انا متميز فيها، هوصل لمرحله الكفاءه دي مبكره وهبقى متميز عن غيري. طب يا استاذ محمد، كلنا بنمر بصعاب وبمواقف صعبه، سواء بقى مثلا بمواقف مثلا ماديه صعبه او من خلال العلاقات الانسانيه والعاطفيه، واكيد كلنا بنمر بصعوبات نفسيه. امتى الجا لطبيب نفسي او للايف كوتش؟ والله هو الكونسبت الكوتشنج هو قبل العلاج النفسي او قبل الدكتور النفسي، لان الدكتور النفسي بيبقى بيتدخل عقاقير طبيه واشياء من هذا القبيل، ولكن كونسبت اللايف كوتش هي مرحله مكمله للاسوياء. بطبع الاسوياء هو عايز حياته تبقى افضل، هو ما عندوش مانع ان هو يلجا لحد يساعده. واحنا ربنا قال وفوق كل ذي علم عليم، يعني اكيد ما فيش حد مكتفي بذاته ولا متقوقع على نفسه كده وعنده قناعه ان هو الم بكل شيء، لا، دايما بيبقى في حد اعلى منك، واحنا مخلوقين عشان نساعد بعض، كل واحد بعلمه ومجهوده ومهاراته. فطبعا اللي عايز يحسن جوده تجربته وعايز يحسن حياته بيسعى لحياه افضل وبشكل ايجابي، يلجا للايف كوتش بمنتهى البساطه. وبعد كده هو بيقدر اذا ما قدرش يساعده في تجربته بيقدر يفيره لمعالج
او لدكتور نفسي على حسب. فكل من هو محب للوصول الى تحسين جوده حياته بالظبط، تحسين تجربه الحياه، وان هو يكون شخص سوي، وان تجربه الحياه تمر بسلاسه، ما فيش ما يمنع ان هو يلجا للايف كوتش. طيب يمكن نهال برضو في سؤالها كان في حته برضو العلاقات الانسانيه والاصدقاء، ودي حاجه اكيد بتبقى يعني في حياه البني ادم بتاخد وقت، وفي بعض الاوقات ممكن انه يعني الحياه العمليه تاخد وقت العلاقات الانسانيه. فازاي نقدر نعمل التوازن ده، واختيار كمان الناس اللي انا بصاحبها او المجموعه اللي انا بقعد معاها بيبقى مفروض بناء على ايه، واختارهم ازاي؟ جميل. بدايه حضرتك كل واحد بيبقى ليه معايير ومحددات كده في شخصيته، يعني الارواح وجنود مجنده ما تعرف منها ائتلف وما تنفر منها اختلف. فانت بتبقى ليك محددات معينه كده، انا صاحب مين وما صاحبش مين. ولكن بشكل ايجابي يعني صاحب، يعني البني ادم بيدور في حياته على الناجحين، انا صاحب الشخص الناجح لانه بالتبعيه بيأثر عليا. التوازن في العلاقات، انت مأمور ان انت تبذل مجهود عشان تحافظ على التواصل الجيد بينك وبين علاقاتك، ابتداء بقى من الرحم ومن الزيارات والجار اللي الرسول صلى الله عليه وسلم وصى عليه، وبالتالي الصديق رب اخ لك لم تلده امك. فانت لو بصيت حواليك هتلاقي ان انت مأمور بالاحسان لاسرتك في المقام الاول، مأمور بالاحسان لمراتك، لولادك، لجارك، لصاحبك. فانت لازم تخصص. اهم حاجه يا استاذ محمد يكون في تبادل في الاحساس، في الاحسان ده، ما يكونش انا العلاقه دي بتمتص مني طاقتي وبتمدني بطاقه سلبيه، او حد عمال يستغلني وانا افضل احسن اليه واحبه ودور العطاء وهو بيمتصني او بيستغلني، ده شيء مهم جدا. طبعا هو المؤمن كيس فطن والانسان اسير للاحسان اليه. ف يعني حتى لو الشخص وحش والبني ادم احسن له مره واتنين، هو هيخجل من نفسه هو ان هو يبادر، الا لما بيبقى في بقى انسان يعني شخص غير سوي ونرجسي بقى ووصل لمرحله، طبعا ده بيبقى عنده بقى افات، ده هو ده اللي محتاج يتعالج بقى بالظبط. لكن بالزبط. هو في الاصل فلازم احرص على نفسي يكون طبعًا. في تبادل في الاحسان. طبعًا. استاذ محمد ابو العينين اللايف كوتش ومدرب التاهيل والتعافي النفسي، حضرتك نورتنا النهارده في صباح الورد، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. الله يكرمك. بكده تكون خلصت فقرتنا الاولى، فاصل صغير وهنرجع بتاني فقرتنا، استنونا. أهلا بحضراتكم من جديد في فقرتنا الثانية والأخيرة. ساعات قليلة جدا بتفصلنا عن انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة زي ما كنا بنتكلم، والبيوت كلها بتعيش حالة من القلق والتوتر. لكن مهم ان احنا في يعني فقرة او في هذه الفقرة في صباح الورد ان احنا نقول بعض النصايح اللي تقدر ان هي تساعد الولادة على المذاكرة والتركيز، كمان تساعد الأهالي على أن هي تتعامل مع الأولاد في الفترة دي. الحقيقة التغذية جزء مهم جدا في أي حاجة، يعني مش بس في مسألة الامتحانات والتحصيل، لكن في كل حاجة بنمر بيها وفي أسلوب حياتنا، موضوع التغذية ده أكيد بيساعد على التحصيل بشكل أفضل، وخاصة أنه ممكن بقى وقت الامتحانات نشوف الولاد يروحوا يفطروا إيه قبل ما يخشوا اللجان. تفاصيل مهمة جدا لكل أسرة هنعرفها من ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو الدكتور بهاء الدين ناجي، استشاري التغذية العلاجية. صباح الورد عليك دكتور. يا صباح الورد. خلينا كده في البداية واحنا داخلين على فترة الامتحانات، ايه اسلوب الحياة والتغذية المفروض انه الطلبة في الوقت الحالي ده يكونوا بيعملوه، يعني مش بس في نوعية الأكل اللي بياكلوها لكن في كل حاجة، أسلوب اليوم كله من نوم من وقت قدام حتى الموبايل وكل حاجة بالإضافة إلى التغذية؟ طيب هو في طبعا معلومات عامة كده، دي أصلا الحياة الصحية، والأهم في فترة الامتحانات تبقى موجودة. بنقول إن النوم لازم يكون من 6 لـ 8 ساعات في اليوم. طبعا كتير قوي من الأولاد ساعة الامتحانات وقبل الامتحانات بينام 2 ساعتين وبينام 3، هو متخيل انه بيدي عدد ساعات اكتر
للمذاكرة علشان يقدر يعني يحصل كمية أكتر. هي الفكرة إن الساعات الزيادة اللي بيديها دي ساعات كلها معدومة ومش هيستفاد بيها خالص، لأن المخ بتاعه ما خدش الراحة الكافية. علشان خاطر المخ ده زيه زي أي عضو في الجسم، بيحتاج الدم والتغذية بتاعته لإخراجات بيخرجها عشان يبقى نشيط ويقدر يستوعب كويس. لو أنا عملت له استهلاك وهلكته هو مش هيستوعب، فالساعات الزيادة دي ملاش لازمة. فبننصحهم إنهم يناموا الست ساعات كاملين، ويفضل إن الست ساعات دول يكونوا متصلين، يعني مش ساعة كده وساعتين كده، لا ست ساعات متصلة. وبيفضل إن الست ساعات دول كمان يكونوا بالليل، يعني مش يفضلوا سهرانين للصبح وينامون بالنهار، لأن النوم بالنهار ده ضد الساعة البيولوجية بتاعت المخ، فهو مش هياخد الراحة بتاعته كفاية وهيبقى برضه مجهد، وبعد كده برضه مش هيستوعب كويس، خاصة ان هو هيمتحن في النهار يعني. بالظبط، ان هو هيمتحن في النهار، مضطر ان هو يعني يغير الساعة البيولوجية كذا مرة يعني. بالظبط، فهيبقى فعلا المخ مش قادر ساعة الامتحان يبقى يقدر يستوعب الأسئلة دي. أول حاجة لازم يعملوها صح. الحاجة التانية ان هم لازم يهتموا خصوصا في الجو ده ان يشربوا كمية مية كافية على طول اليوم، يعني كوباية في كوباية كده، هم المفروض من 2 لـ3 لتر في اليوم. ما ينسوش الكلام ده، لان المية دي بتعمل حيوية للمخ. طبعا هو دايما بنركز على المخ عشان هو ده اللي هو محتاجينه اكتر، وحيوية في الجسم، وبتبعدهم عن موضوع الكسل. يعني كتير قوي بيجي لهم حكاية ان هو عايز ينام، تعبان، كسلان، مش قادر يذاكر، فشرب المية بطريقة صحيحة على مدار اليوم ده موضوع مهم. الحاجة اللي بعد كده تنظيم مواعيد الاكل. ما ينفعش ان يفضل يذاكر ويقوم ياكل مرة واحدة وجبة تقيلة. بنقوله لا، قسم اليوم بتاعك على عدة وجبات، والفرق ما بين كل وجبة والتانية يبقى ما بين 3 لـ6 ساعات، يعني ما يقلش عن 3 ساعات ما بين الوجبتين، وما يزيدش عن 6 ساعات. هم هيطلعوا حوالي 4 أو 5 وجبات على مدار اليوم، وما يكونش فيهم ولا وجبة تقيلة وكبيرة، يعني دايما الوجبات بتاعتهم ينقوها تبقى صغيرة. الحاجة بقى اللي بتحصل دايما في فترة الامتحانات، الأهالي اليوم دور فيها والطلبة اليوم دور فيها، يقولك ده بيمتحن بقى، فمعلش يسيبه بقى يعمل اللي هو عايزه، يتدلع شوية ويمسك التليفون ويطلب وجبات الفاست فود، يعني يطلب اكل من بره، على اساس ان دي حاجه هتبسطه، اللي هي بلا قيمه غذائيه ولا عناصر غذائيه، لا مشاكل كتير هنقولها طبعا حالا، لان هو هم بيستسهلوا الاهالي، مش بيستسهلوا، وفاكرين انه ده بيبسطوا يعني بيبسطهم ان هيشتري بقى وجبتين وثلاثه من بره. طيب الوجبات اللي جاهزه جايه من بره مشاكلها ايه اللي هتضره في المذاكره؟ اول حاجه انها بتبقى دسمه، يعني فيها نسبه دهون عاليه، ومدام دخل الدهون عالية يبقى هتزود لي الكوليسترول الضار اللي هو بيسموه LDL، والكوليسترول الضار لما هيزيد هيعصب في الشرايين بتاعتهم، فهيخلي تدفق الدم للمخ يقل، فالتركيز بتاعهم هيقل. بالإضافة ان الدورة الدموية لما هيحصل فيها الكسل ده هم هيجي لهم كسل، وهيبقوا زي ما بيسموه موخم، عايز ينام، فده طبعا هيأثر على تحصيلهم. تاني حاجة في الوجبات السريعة ان معظمها بتبقى بتتحمر في زيت، والزيت لما بتتحمر فيه اكتر من مرة بيتحول لمواد مؤكسدة، والمواد المؤكسدة دي مواد سمية. المواد دي لما بتدخل لأي خلايا في الجسم ومن ضمنها خلايا المخ بتضعف الكفاءة بتاعتها. فهو لما هياخد الوجبات السريعة اللي هي متحمرة في الزيت دي، دخل كمية مواد مؤكسدة، ابتدى يجيله حالة من عدم التركيز، النسيان، التشتت، العصبية، كل ده مواد مؤكسدة. دايما نسمع يمكن الزملاء كلهم لما بيطلعوا في برامج يقولك المواد مضادة للأكسدة. أستاذ دكتور بهاء، خليني أخد من كلام حضرتك وأسألك، ما هي العناصر الغذائية أو أهم العناصر اللي لازم الطالب يحصل عليها في فترة الامتحانات؟ تمام، هو احنا لو خدنا كل العناصر اللي احنا محتاجينها نشوف كل عنصر ايه اللي محتاجه منه. اول حاجه لو اتكلمنا على البروتينات، هو بيحتاج بروتينات، بنقول له ان الاسماك هي انسب بروتين ياخده في فتره الامتحانات وعلى مدار السنه كمان المذاكره، يعني لان البروتين اللي هو بتاع الاسماك فيه نسبه الاوميجا 3 بنسبه عاليه، وده هيفيده في التركيز اللي على المخ. يعني
الأوميجا 3 طبعا دايما أساسية، حتى بندالهم في صورة كبسولات، يعني مش بس ان هم ياخدوها في الأسماك. تاني حاجة ان الدهون اللي في الأسماك هي الدهون المفيدة الـ HDL، ودي بتحسن المود وبتحسن الدواء الدموية عكس الـ LDL اللي لسه كنا بنتكلم عليها. ده بالنسبة للبروتينات الأحسن أسماك. مش بنقول ان هم ياكلوش فراخ ولا لحمة خالص، بس تبقى هي دي الأكتر. ويفضل طوق الطهي بتاعت الأسماك انها تبقى هي مشوية معمولة في الفرن. طب هي المفيدة اللي في الأسماك اللي حضرتك بتقول عليها دي يا دكتور موجودة في أنهي أنواع؟ دايما الأسماك الدهنية أكتر، اللي هي السردين والسلمون والدنيس والتونة. طبعا في أسماك تونة مش لازم تكون يعني المعلبات. البوري مثلا في نوع الدهون ده؟ فيها الدهون دي طبعا. الاوميجا كل اسماك فيها اوميجا 3، بس دول فيهم بنسبه عاليه شويه. نسبه عاليه شويه. طيب يعني حضرتك برضو اشرت لي انه ساعات الطلبه والاهالي، او يعني الاهالي بيسمحوا للطلبه ان هم يطلبوا الوجبات السريعه وهي مضره جدا، وهم بيطلبوه علشان يعني الولد او البنت ممكن يبقوا قاعدين بيذاكروا ساعات طويله جدا، فعايز يرفه عن نفسه. طيب ايه الحاجات اللي هو ممكن ياكلها ويرفه بيها عن نفسه تبقى حاجة برضو لطيفة يعني ياكلها، خاصة ان احنا يعني عموما كمصريين احنا بنحب الاكل يعني وبنستمتع بالاكل، احنا دايما حتى خروجاتنا وكل حاجة بتبقى متعلقة بالاكل. فايه الحاجة اللي هو في الاكل ممكن ان هو يعني يستمتع بيها، مش شرط تبقى القيمة الغذائية بتاعتها عالية جدا لكن ما تبقاش مضرة برضو. تمام. هو طبعا اكتر حاجة بتجيب له السعادة الحاجات اللي فيها سكريات عشان تظبط له هرمون السيروتونين يعني. فهو ممكن ياخد السكريات دي في صورة صحية شوية. زي ايه مثلا؟ بولة ايس كريم. يعني ممكن نديهم ايس كريم في الامتحانات. الايس كريم مستو ان هو بيكون طبعا سائع بزيادة شوية، فده لما بيجوا ياكلوه بيعملوهم نشاط في الدورة الدموية، الجسم بيحرق اكتر، فده يمكن بيصحصحهم، وبيديهم نسبة من السكريات اللي بتحسسهم بالسعادة. انواع تانية زي رز بلبن، البليلة، المهلبية، الجيلي، بنسميها السكريات الآمنة. غير السكريات التانية اللي بتيجي من البسبوسة والحلويات الشرقية والحلويات الغربية، لان دي فيها نسبة دهون عالية وزبدة وسمنة ممكن تضرهم اكتر. من ضمن طبعا مصدر السكريات المفيد جدا للطلبة في الامتحانات والمذاكرة هو سكر الفاكهة طبعا، اللي هو الفراكتوز. وده طبعا معروف من اسمه، ده موجود في الفواكه. والمخ بيحب قوي سكر الفاكهه علشان خاطر يبقى مصحصح ويقدر يركز براحته بقى يعني. ياكلوا براحتهم من الفاكهه. وبننصح بقى الاهالي يعملوا ايه معاهم. انت عارف الاولاد دايما محتاجين يتسلوا على مدار اليوم. نقطع لهم الفاكهه دي، يعني الموزاي متقطع على ثلاثه، التفاحيه متقطعه، الكنتلوب متقطع لقطع، البطيخ متقطع لقطع، وعنده طبق محترم وفي قطع كتير ومع الشوكة، فهو بيذاكر كل شوية بياخد شوكة وياكلها ويستنى ويذاكر وياخد شوكة بيتسلى. يبقى هو واحد بيتسلى. نمرة اتنين، بدخل له سكر الفاكهة على مدار اليوم، فالامتصاص بيبقى أحسن ويوصل للمخ بطريقة وبيشبع كمان يعني. وبيشبع كمان حتى يفكرش في الوجبات السريعة. طب دكتور بهاء، المكسرات طبعا ذات قيمة غذائية عالية جدا وفيها فوائد للمخ ولتحصيل وتخزين المعلومات، أنهي نوع من المكسرات اللي ممكن أستفيد به في فترة الامتحانات؟ طيب هو طبعا كل المكسرات مفيدة، بس المكسرات اللي ملحها عالي قوي دي ما بتفيدهمش، عشان ممكن تعملهم توتر وضغط عالي، اللي هو مثلا الفستق بلاش. لكن المفيد جدا اللوز وعين الجمل ومعهم السوداني، لان طبعا اكيد المشاهدين هيقول لك لوز وعين جمل بقى وكفايه فلوس الدروس، فبنقول لهم حتى السوداني. السوداني رخيص بس يفضل برضه السوداني ما يكونش مملح قوي، اللي هو بيسموه زي الاسوالي والكلام ده. اعتقد كمان يا دكتور ان حضرتك لما بتقول احنا هناخد يعني الحاجات دي، ما بنقولش يعني المكسرات وكمان الحلويات اللي هي زي الرز بلبن والايس كريم، ان تبقى الكميات معقوله يعني، مش بالظبط مش الباسكت اللي لا احنا لا 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 التلفزيون عندنا طبق بالمكسرات. لا ما دول مش بيذاكوا بقى، مش بيتسلوا. ده عندهم طبق الفاكهه موجود، وعندهم الطبق اللي فيه اللوز والعين الجمل والسوداني موجود، وهم حد في ام بيصعب عليها ابنها ان هو مثلا قاعد بيذاكر او بيبذل مجهود، فكل شويه داخله خارجه عليه بالسوداني وبالعين الجمل وبالفاكهه،
لا فاللي هو المفروض الاعتدال كده ممكن يكون معقول ده داخل عليه بالسندوتشات يعني دي مشكله ان عماله تحمر البانيه جوه وفي العيش الفينو وعماله تديله عشان هو يتغذى ومش محتاج الكلام ده كله ده الكلام ده كله هيزود له الكوليسترول وهينام. هو في كمان سؤال عن يعني سؤال خاص عن الكريم كراميل، يعني ازاي في حد بيحب الكريم كراميل؟ الكريم كراميل طبعا من السكريات الامنه، من السكريات الامنه، هو سكر محروق يعني بالظبط يعني الحاجات اللي الكميات يعني الاهم حاجه انه الناس تبقى يعني تخلي بالها من الكميات. طبعا القعده كمان خاصه ان الواحد بيبقى قاعد بيذاكر ممكن ما يبقاش بياخد باله هو بياكل. دي نقطه مهمه لازم نتكلم فيها، حكايه قاعد بيذاكر. هو ما ينفعش يفضل قاعد قدام الكتاب على مدار اليوم ما يتحركش، يقول لك اصل انا مش عايز اضيع وقت في الحركه. هو اكتر من نص ساعه متصله بيبتدي التركيز بتاعه يقع، ودي معروفه حتى في علم المحاضرات والكلام ده كله. ما تطولش في المحاضره اكتر من نص ساعه لان الطلبه هيقعوا منك مش هيركزوا. فهو نص ساعه ويقوم يتحرك في الاوضه بس لفه كده، اي نشاط بدني يقوم يتحرك في الاوضه ويرجع يقعد تاني نص ساعه في نص ساعه في نص ساعه. لازم يفصل الدقيقتين ثلاثه في النص دي هتخليه مصحصح على مدار اليوم، لكن قاعد خمس ست ساعات هو ابتدى في الاخر بيقرا من غير ما يستوعب، فده مش هيفيده خالص يعني. طيب يا دكتور بهاء، دلوقتي بعد بكره في امتحانات الثانويه العامه هتبدا، وعايزين النصيحه من حضرتك بقى للطلبه اللي هي بتيجي يوم الامتحان تقول لك لا انا ماليش نفس افطر او انا مش عايز اكل، نصيحتك ايه للطلبه دي؟ واذا هيفطر وجبه الافطار تكون فيها عناصر ايه؟ تمام. هو يوم الامتحان بالذات بنديله الصبحيه افطار خفيف قوي زي الشوفان او الكورن فليكس وعليهم لبن ممكن خالي الدسم ومعلقه عسل نحل، ده ياخدوه في البيت قبل ما ينزلوا. وهو نازل كده خالص هياكل كمان صباع موز، موز مهم جدا في يوم الامتحان. بوتاسيوم فيه وفيه نسبه سكريات فركتوز عاليه جدا وفيه طاقه هتفيده. وهو داخل بقى لجنه الامتحان شوكولاتايه، طبعا احنا ما بنفضلش شوكولاتات في العادي ليه بقى بس بنديله شوكولاتايه. الشوكولاتايه دي بقى هتديله طبعا طاقه وسكريات يقدر يقعد الثلاث ساعات بيمتحن عنده سكر كفايه. الكاكاو اللي فيها هيعمل له حاجتين، هيهدي اعصابه وهيخليه مصحصح. يعني واحد اعصابه هاديه ومصحصح، ودي ما اقدرش ناخدها غير الشوكولاته. بالظبط كده. طيب سؤال اخير واعتقد ده مهم جدا كمان، القهوه والشاي وكل الحاجات اللي هي فيها الكافيين دي نتناولها يعني بشكل وكميات عامله ازاي؟ طبعا هي مفيده جدا للطلبه طبعا، لكن ليها حدود. يعني في اليوم مش هنزود عن 4 كوبايات مجموع شاي وقهوه، يعني 4 كوبايات قهوه واتنين شاي. لا صوم بيشربوا طبعا يعني 2 شاي و2 قهوه، 2 شاي و2 يعني قهوه كميه برده مش قهوه 3 شاي، ان هو بيشربوا اكتر من كده بكتير وبيحطوا شاي على قهوه وحاجات غريبه. فهم لغايه 4 كوبايات في اليوم دول مهمين جدا، وما يقلش عن كده كمان لان اقل من كده هو بيحتاج برده كافيين عشان يخليه مركز ومصحصح اكتر يعني. تمام. دكتور بهاء الدين ناجي استشاري التغذيه العلاجيه، انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا النهارده في صباح الورد. دي كانت حلقتنا النهاردة من صباح الوردة، حلقة بداية الأسبوع. أنا بشكر حضراتكم على المتابعة وبشكر فريق العمل بالكامل، بشكر زميلتي نهال. صباح الوردة عليكي. صباح الوردة عليكي كريم. وبكرة إن شاء الله هنكون معاكم الساعة 9 صباحا. إلى اللقاء.